بس مدى نشوف تعزيز شراكة دكتور محمد؟ يعني إذا تتذكر العملية الأخيرة وثبت الأسد، كان أكو جنود أمريكيين وكان أكو دبابات، يعني سيارات أمريكية يعني موجودة ومشاركين بالموضوع، هو مو موضوع استشارة يعني. لا يوجد أي تحرك أمريكي، واسمع أستاذ محمد، اسمع هذا يعني دقيقا، لا يوجد أي تحرك أمريكي بدون علم الحكومة العراقية إطلاقا. قد يعني نستثني أنهم أن الحكومة العراقية لا تعرف بالاستهدافات التي حصلت لقادة الفصائل مثل المرحومين أبو تقوى وأبو باقر، قد لا تعرف بطبيعة الضربة، يعني من راح يضربون، هل سوف يستهدف، هل سوف يعلم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أو العمليات المشتركة أو جهاز المخابرات أو الأمن الوطني أو غيره، هل يعلمون بدقة أن هذا الاستهداف لهؤلاء الذوات الذين رحلوا أم غيرهم؟ هذا ما لا أعرفه بالتحديد، ولكن كل هدف للقوات الأمريكية قتالي استهدافي طيران مسير أو غيره كله تعرف به الحكومة العراقية، وهذا اتفاق بين الحكومة العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الإنزالات التي حصلت على الحدود العراقية في ربيعة وأيضا في منطقة أو قرية سنوني في الحدود بالقرب من قوات سوريا الديمقراطية كلها تعلم بها الحكومة العراقية. هذا الكلام عن عدم العلم، عن شجب فلان استهداف وعدم النأي بالنفس عن فلان تحرك، هذا مو صحيح، هذا كلام الاستهلاك الإعلامي، ولكننا نعرف بأن هنالك استهلاك إعلامي خايفين من الحكومة العراقية بكافة التحركات الأمريكية.